السلام عليكم يا بنات، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير في هذا الحال الصحي. ان شاء الله اليوم راني جبت لكم الكبده. الكبده بالقليبه تاعها تاع الخوف، راكم كامل تعرفوها. راني قطعتها، شوفوا راني وجدتها، ها هو كي القلب وكي الكبده. غسلتها بالملح والخل هكذا ونقيتها، قطعتها برك. قلت اليوم نبارطاجيها مع البنات على طريقتي انا كيفاه نديرها باه تجي بنينه وتجي هايله يا بنات. ماذا بيا تبارطاجيوها وتعجبكم ان شاء الله. واش فيها كامل العنينة قطعناها هذاك هكذا، دي مقصو كبار ولا صغار كل واحد واش يحب. هذه طريقه كما راكم تشوفوا. واش نزيد لها؟ نزيد لها الطماطيش تكون حبه طايبه كبيره هكذا، قطعها هكذا كريات كريات هكا صغار، تكون طايبه مليح مليح، ما تكونش هذيك الخلطه تاع السلطه. شنو كاين؟ زوج انواع تاع الطماطم، كاين اليابسه اللي نديروها للسلطه مع الخيار وكامل، وكاين الطايبه اللي تجي مع لي صوص وكامل. انا خيرت هذه تاع لاصوص، هذه معلومه نعطيها لكم اللي البنات اللي ما يعرفوش واللي يعرفوا الله يبارك. وعندنا المعدنوس اللي هو البقدونس ولا اخواتنا المغربيين يقولوا الربيع. وعندنا راس ملحي هكا رحيته خضر، وعندي فلفل كحل وزنجبيل وملح. هذا ما تطلب معنا هذه الواسم. ومن الجهه الاخرى درت السيس، ما ناخذ هذا الطماطم تاعنا بهذه الطريقه هكذا كما راكم تشوفوا، ونخلطها مع الكبده هكذا قبيله كل شيء بهذه الطريقه هكذا. شوف خلطت هكذا الطماطم والكبدة، نعاود نحطها لكم هكذا تشوفوا مليح هكذا هكذا هكذا. خلط نخلطه كامل هكذا هكذا. نزيد الفلفل الكحل والملح والزنجبيل شوية برك هكذا. يجيني تجي بهذه الطريقة هايلة يا بنات، جربوها راكم تعجبكم، جربوها وردوا لي في الكومنتير. هنا كميه من المعدنوس اللي هو البقدونس، اللي في الجزائر يقولوا معدنوس وفي المشارقه يقولوا بقدونس، ولا اخواتنا المغاربه يقولوا الربيع. وعن نفسهم كميه مليحه من الثوم هكا هكا. نخلطها كامل مليح هكذا، نخلط كامل هذه الامورات، ونكون نسخن الزيت فوق النار هكذا يا بنات. شوف خلطتها كامل ودرتها فوق النار، هكا تكون النار تكون ناقصه. من الاول تسخني مليح الزيت تاعك، ومن بعد ديريها في النص هكذا، وتبداي تقلبي فيها هذيك الكبده تاعك. هذه كبده تاع الخروف يا بنات، حتى اللي عندكم تاع بقري معليش، المهم تتوفر عندكم. وتخلطوا كامل هكذا، ونخليها تتقلى. كيف تتقلى؟ انا نوريها لكم. هاي البنات شوفوا الكبده كيف تقلات لنا، ها جاتنا ما شاء الله. نلصق لكم ونوريكم، ها شاهدكم في الجنه ونبارككم بالصحه. هاني سقيت لكم يا البنات شويه وشاهدكم في الجنه. ما تنساوش باللايكات وصحه فطوركم وبالسلامه عليكم.